الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا الطلبة، حقيقة اشتقنا إليكم. نسأل الله تعالى أن يفرج عن العالم أجمع مما هم فيه، ونسأل الله تعالى أن تكونوا بصحة وعافية. نكمل دروسنا في مادة التربية الإسلامية للصف السادس الابتدائي، وصلنا إلى الوحدة الخامسة، إلى الدرس الأول من القرآن الكريم سورة الشمس. نتلو عليكم الآن آيات سورة الشمس. طبعا الحفظ هو من الآية الأولى إلى الآية العاشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. طبعا إلى هنا هي الآيات الحفظ. الآيات البقية سنقرأها عندما نقرأ المعنى العام. كما هو معروف أن هذه الآيات تحفظ. سنقرر لكم ما هي الوظائف المطلوبة في آخر الدرس إن شاء الله. نأتي إلى معاني الكلمات. وضحاها ضوء الشمس إذا أشرقت في أول النهار، تلاها تبعها، جلاها أظهرها، يغشاها يغطي ضوءها، طحاها بسطها، فألهمها فجورها وتقواها، فأفهمها قبح الفجور وحسن التقوى، قد أفلح فاز وظفر، زكاها طهر نفسه بالعمل الصالح، خاب من دساها، خسر من أضلها وأهلكها، بطغواها بمجاوزة الحد في الفساد، أشقاها أشقى رجل في قبيلة ثمود وهو قدار بن سالف الذي عقر الناقة، سنتكلم عن قصة سيدنا صالح والناقة، وسقياها السقيا الحط من الماء، الحظ من الماء والنصيب منه، فعقروها فقطعوا لحمها بما يسيل الدم، فدمدم عذب عذابا تاما. الآن نأتي إلى المعنى العام. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هنا الواو تسمى بواو القسم. الله عز وجل يقسم بالشمس والضحى والقمر إذا تلا الشمس، والنهار والليل والسماء والأرض، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. الله عز وجل هو العظيم، يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوقات البشر الإنسان لا يقسم إلا بالله عز وجل، أو اسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. الله عز وجل عندما يقسم، يقسم على شيء عظيم، إذن هناك أمر بعد هذا القسم. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أفلح معناها ربح وفاز، لكن أفلح هو الفوز الذي لا خسارة بعده، لا رسوب بعده. من الذي أفلح؟ الذي يزكي النفس، أي يطهر نفسه من الآثام ومن المعاصي ومن سوء الأخلاق. نأتي للآيات الأخرى. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ثمود هم قوم نبي الله صالح، طلبوا من نبي الله صالح طلبوا منه
معجزة. المعجزة قال له أن تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة. والمعجزة تعريف المعجزة هو أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد الأنبياء والرسل حتى يؤمن الناس بهذا النبي. فكان طلب ثمود من نبيهم صالح أن يخرج لهم من صخرة ناقة، أن تخرج الناقة من هذه الصخرة. فدعا الله تعالى سيدنا صالح فخرجت من هذه الصخرة، خرجت ناقة. لكن سيدنا صالح قال لهم بشرط، هناك بئر ماء يورد الناس عليه، يشرب الناس منه الماء. قال لكم يوم وللناقة اليوم. فوافق الناس، لكن لظلمهم وطغيانهم ماذا فعلوا؟ اتفقوا أن يذبحوا الناقة. فكان أكثرهم فسقا وطغيانا رجل يقال اسمه قدار بن سالف. ماذا فعل هذا؟ عقر الناقة. طبعا كلمة العقر تطلق على ذبح الناقة. فقام هذا الرجل فذبحها فعقر هذه الناقة، وهو أشقى الأولين على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي أن تشرب. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أي أن الله تعالى عذب ثمود كلهم. لماذا؟ مع أن الذي فعل الفعل هو واحد، لكن لأنهم رضوا وحثوه على ذلك الفعل فكان العذاب قد عم الناس جميعا قوم ثمود، فاستحقوا ما فعلوه وما ارتكبوه من عصيان. نأتي إلى الخلاصة، أن الله عز وجل بيّن في هذه الآيات قدرته على حجب الشمس عن الناس فتصبح الآفاق سوداء مظلمة، ثم يكشف هذه الظلمة بالنهار، وبسط الأرض لتكون مسطحة ليستقر الناس عليها، وقدرته تعالى أنه خلق النفس الإنسانية فعدلها وسوى. ثم أخبر الله عز وجل عن قوم صالح ثمود عندما طغوا وكذبوا نبيهم وعقروا الناقة، فعم العذاب عم القوم لأنهم رضوا بذلك الطغيان والعصيان والعياذ بالله. الآن أحبتي الطلبة، ما هي الوظائف المطلوبة منكم؟ الوظيفة الأولى حفظ الآيات العشر التي تلوناها عليكم في البداية، تحفظ هذه ويسجل مقطع صوتي ويرسل إلى المجموعة، هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية حفظ معاني الكلمات. الوظيفة الثالثة حل أسئلة المناقشة، طبعا تحل على ورقة وترسل صورة إلى كذلك إلى المجموعة. ثم بعد ذلك حددنا موعد وقت، وهو يوم السبت من الساعة 7 إلى الساعة 9، أناقش حل أسئلة المناقشة، وكذلك الذي عنده سؤال استفسار كلمة لم يفهمها. الموعد المحدد بيننا وبينكم هو يوم السبت إن شاء الله تعالى من 7 إلى 9 مساء. نسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا، ونلتقي في دروس قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.